يعني بعد ما سمعنا المقطع الجميلة دي، عايزة برضو أسأل حضرتك إن كان ليك اتجاه آخر برضو في مجال الموسيقى، وهي الموسيقى العلاجية. إيه بقى الموسيقى العلاجية؟ الموسيقى العلاجية، العلاج بالموسيقى. حضرتك عارفة إن العلاج بالموسيقى يعني تجربة مش جديدة، بس كانت يعني منتهية عن البعد النفسي. يعني زي الواحد يسمع موسيقى ويستريح نفسيا، يسمع الحن. انا ابتديت بقى اعمل اخد الموضوع بشكل علمي شويه وشكل تخصصي شويه، واعمل ابحاث ازاي الموسيقى تاثر في علاج الاكتئاب النفسي، في علاج الاكتئاب وحتى الالم عن طريق الترددات، الالم كمان. والالم لكن طبعا ابحاث الالم يعني ما استمرتش لسبب التمويل، وكان في مشاكل. لكن انا بدات رحت في مستشفى معادي خاصه في يعني متخصصه للاكتئاب، وقابلت مدير المستشفى وقال لي يعني انا شرحت له ايه التجربه اللي انا عاوز اعملها. قلت له انا عاوز اعالج اشوف التاثير النفسي على اللي عندهم اكتئاب من خلال المؤثر الصوتي. مش الموسيقى، المؤثر الصوتي. المؤثر الصوتي بمعنى ايه؟ المؤثر الصوتي اللي هو حاجات كده. فهو استغرب، قال لي ده ممكن يتخضوا، ده ممكن تجيب لهم اكتئاب كده مش اكتر يعني. اذا كان الموسيقى، فقلت له لا، انا عندي مؤثر صوتي عملت عليه دراسه وكل حد يسمعه اللي هو المايه، صوت المايه. بعد ما عملت اغنيه عبد الحليم دي انا قعدت اسمع صوت المايه كتير قوي، فاثرت عليا انا. يعني لقيت ان انا باتلف واستريح جدا ان انا اسمع صوت المايه. يعني على فكره فعلا الناس، معظم الناس اللي بتعيش في اماكن فيها بحر بتبقى عندها هدوء نفسي اكتر من اي حد تاني. ده حقيقي فعلا. فقال لي طب خلاص يعني سمعني كده، قاعد يسمع. وقلت له بس انا هسمعك على جهاز تسجيل عادي. انا عاوز قاعه زي الاستوديو ده كده، وعاوز نقعدهم يعني. شرحت له عاوز 4 سماعات بحيث ان ايه يسمعوا الصوت من باتجاهات مختلفه، وعاوز مكان وعاوز مواعيد. فالراجل الحقيقه كان سامع عني يعني، برضو كان اسم سامع، قال انا سمعت عنك في الاوبرا. فاداني الفرصه ان انا وعمل لي جدول واروح واقعد مع الناس. تفتكر حضرتك بعد حوالي 6 اسابيع يعني اقل من شهرين، الدكتور بيقول لي الناس اللي كانوا ما بيتكلموش، كان مشكلتهم انهم ما بيتكلموش اصلا يعني. هو بتقول له انت زعلان ليه؟ متضايق ليه؟ ما يتكلمش عن مشكلته. قال لي ابتدوا يتكلموا بعد ما كانوا بيقعدوا الجلسات بتاعتك. يعني جابت نتيجه. جابت نتيجه، ما دي نتيجه عمليه اهيت. فيعني اصل هو ايه؟ التجربه زي بالظبط العالم الفيزياء او الكيمياء اللي بيخش المعمل يحط المواد على بعضيها ويطلع نتيجه من خلال التجربه. الفن نفس الشيء، ولو استخدمتيه كعلاج لازم التجربه، لان التجربه هي دي البحث العلمي. البحث العلمي مبني على التجربه الحقيقيه. فده يعتبر من الابحاث. لكن ما كمل، انا سافرت بعد كده امريكا واشتغلت يمكن اكتر على الصوم. هم كانوا يعني مهتمين قوي بحكايه الصوم والبكم. الصوم والبكم برضه تجربه حضرتك. الصوم انا عملت حفله في الاوبرا قبل ما اسافر 2005، يعني كام سنه دلوقتي مش عارف نقول، يعني فتره طويله. ان انا رحت مدرسه العباسيه اللي هي في الصوم والبكم، وطلبت ان انا ادرس موسيقى. فمن مديره المدرسه قالت لي يعني ازاي يعني هتدرس موسيقى لصم وبكم؟ فقلت لها هنخبط على كتافهم، هنشاور لهم. فقلت لها يعني، هي كانت عاوزه تفهم، قلت لها تحضري يعني بس وفري لي الطلبه. فوفرت لي افتكر 30 ورسوا على 15 كده. وابتديت الفكره بتاعتها ان انا احول الصوت لشكل مرئي، لحركه دي، اي منظور بصري. وبصيت لقيت التجربه دي ابتدت تنجح. وكان عشان مثلا اعملهم ايقاع اخبط على كتفه، وكتفه كل واحد يخبط على كتفه، وابتدوا يحسوا الموسيقى عن طريق البصر وعن طريق التخبيط وعن طريق الاحساس. طب قبل ما نكمل احنا معانا تليفون. ساره، الو. الو الو. ايوه يا ساره. الو، لو سمحت انا عايزه اكلم دكتور محمد. اتفضلي، هو معاكي. اتفضلي. انا عايزه بس حضرت لحضرتك حفله الصم والبكم، بس انا عايزه اعرف هي دي اتعملت ازاي. كانت بصراحه تحفه يعني. حفله الصم والبكم اللي هي كانت في الاوبرا، وانا دلوقتي بتكلم عنها. هو احنا بنتكلم دلوقتي مع دكتور محمد عبد الوهاب. اسمعينا يا ساره. شكرا يا ساره اتصالك.
فابتدت نعمل عرض. قعدت افكر طب ايه الالات، ايه الالات اللي ممكن يلعبوها بقى يعني، يعني خبطنا على الكتاف وعلى الجسم حسوا بالايقاع. فبرضه كنت عاوز اعمل حاجه طريفه، ما هو انت لازم تعملي حاجه طريفه برضه يعني ايه، ما يبقاش الموضوع كده. فقلت الهون اللي هو بتاع المطبخ اللي بيستخدم ده اللي دق اللي هو الثوم هنعمله آلة موسيقية. يعني مش هجيب لا اكسلفون مدارس الحاجات اللي عندهم ولا الاكورديون، يعني حاجات برضو من اللي بنستخدمها في حياتنا يعني. بالظبط. وابتديت الهون يمسكوه يحسوا بال هم بيدقوا كده. وابتدوا ايه اعمل لهم تكنيك ازاي يعملوا ايقاع، وايقاع منتظم زي بوك بوك بوك. بس هم قدروا يستوعبوا ده. ابتدوا يستوعبوا دوت ويخبط واقول له خبط بره وجوه وتحت وكده. قعدت حوالي شهرين تقريبا يوميا، يمكن يومين لا في 5 أيام في الأسبوع. أروح لمدة ساعتين يعني عايش معهم عشان خاطر نطلع. وفي النهاية عملت عرض في الأوبرا بيهم وأنا خدتهم. التجربة دي أنا عملتها بقى بره في بره في الخارج يعني؟ في جامعة بوستن في أمريكا. وطبعا لما قلت لهم التجربة قالوا لي هنوفر لك الطلبة من خلال المدرسة. أنا كبروفيسور زائر في جامعة بوستن، فروحت كبروفيسور زائر من جامعة بوستن عشان أعمل التجربة دي. دي بقى عملتها في عام أكاديمي كامل. وفي الآخر عملنا عرض بنفس التجربة، كان طبعا شيء مبهر جدا. وابتديت بقى إيه أعمل آلات وألعاب كتيرة جدا، لأن كان عندي فرصة. ابتديت زي بقول لحضرتك التطوير، الفكرة ما بيجيش مرة واحدة. يعني إيه، كان عندي مشكلة في إنهم يقروا نوتة، النوتة التقليدية صعبة. فابتديت أحول النوتة لأشكال أخرى وألوان، وألوان كمان يحبوا الألوان جدا يفهموها. اللون الأحمر يعني نغمة دو، اللون الأخضر يعني نغمة مي، يعني ابتدوا إيه يستجيبوا. والحقيقة نجحت التجربة، بس للأسف التجارب دي لازم تتكمل. محتاجة تمويل. محتاجة دعم وتمويل يعني مركز يمول التجربة دي، لأنك أنت لازم تكملي. من خلال هذه التجارب هتلاقي نتائج أفضل. وبس يعني. طب نستمع لآخر مقطع موسيقية معنا، نروح نسمع. رجعنا لكم مره تانية، ويعني يعني ختاما كده، فللاسف خلاص انا وقت حلقتي انتهى. انا استمتعت سريعا، احنا دايما وقتنا بينتهي بسرعه. يعني انا استمتعت جدا مع حضرتك النهارده. كل سنه حضرتك جداً. طيب انا اسعد. يعني تشرفت النهارده بدكتور محمد عبد الوهاب عبد الفتاح، استاذ ودكتور في اكاديميه الفنون. شرفتنا النهارده فعلا. الله يخليك، شكرا. مشاهدينا يا رب النهارده تكونوا استمتعتوا معانا في حلقتنا، وانتظرونا في حلقات اخرى ان شاء الله. ونضل Thank you.
علشان رمضان كريم. رمضان وكريم الاتنين في شهر رمضان كسبانين، لو اسمك رمضان أو اسمك كريم، ولو اسمك أو اسمك فيه رمضان أو كريم، يعني اسم الأب أو الجد أو العيلة، هتدخل السحب كله.